أن تلك الجهات الدولية حالياً لا تدافع عن حقوق الصحفيين أو الإعلاميين الناطقين باللغة الروسية. وفي لاتفيا كما أفهم هناك عدد كبير من الناس الذين ينطقون باللغة الروسية، تقريباً 40% على الأقل من سكان لاتفيا يستخدمون اللغة الروسية. فلذلك بهذا الشكل عدم احترام للوطنين وأبناء الوطن، يجب أن يكون هناك توجه سياسي غريب نوعا ما. فلذلك نحن سوف نستمر في مطالبة الجهات الدولية بالالتزام بمسؤولياتها، ولكن في نفس الوقت نحن نعول على المؤسسات غير الحكومية ولديها الحق في التوجه إلى المحاكم المحلية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية. ولقد تطرقت المحكمة عدة مرات إلى ملفات انتهاك حقوق الصحفيين، ومؤخرا ظهرت هناك سابقة حول تلك الاتهامات التي كانت واردة من الغرب بحق وسائل الإعلام الروسية. ولذلك على مجلس حقوق الإنسان الأوروبي أن ينظر إلى هذا الوضع في لاتفيا، فهذا الوضع جلي وواضح. ونحن أيضا سنستمر في التواصل مع الحقوقيين الدوليين، وس نستخدم الصندوق حماية حقوق أبناء الوطن وهذا الصندوق الروسي، وسوف يساعد الصحفيين أيضا. وبشكل عام نؤكد دعمنا لوكالة سبوتنيك ليس فقط لأنها وسيلة الإعلام الروسية أو تم إنشاؤها كمؤسسة إعلام روسية، بل لأنه أي مواطن في لاتفيا لديه الحق في الوصول إلى وسائل إعلام بديلة، فإن الوصول إلى المعلومات هو موفر بمختلف المواثيق الدولية الأوروبية والدولية، بل تم دهس هذا المبدأ أي الوصول إلى المعلومات. فمثلا في الولايات المتحدة وبتعليقات غير واضحة من قبل الحلفاء الغربيين الأمريكيين يحاولون تهميش هذا الموضوع، أنهم في البداية حجبوا حسابات ترامب، الرئيس ترامب في تويتر وفي فيسبوك، وحاليا يقولون أنهم أعادوا وصوله إلى هذه المنصات. ولكن لا يدور الحديث حاليا حول ترامب، بل يدور الحديث حول أن الدولة لم تمتثل لالتزاماتها الخاصة بتوفير الوصول إلى وحرية الوصول إلى المعلومات. فإن فيما يتعلق بترامب فإنها ليست الحكومة الأمريكية التي حجبت حسابات ترامب، ويقولون أن تلك الشركات أي تويتر وفيسبوك وغيرها لم توقع على الاتفاقات التي تم تبنيها مثلا في الاتحاد الأوروبي على مستوى القمة، والغرب يقتبس مرارا وتكرارا تلك المبادئ، أي ضرورة توفير الدولة لحرية الوصول أي مواطن في أراضي أي دولة الوصول إلى المعلومات. فيما يتعلق بوكالة سبوتنيك فأنا أعرف أن هذه الوكالة تتمتع بشعبية كبيرة لدى شركاء الغربيين، فإن وسائل الإعلام مثل سبوتنيك وقناة RT يعتبر شركاء الغربيون أنها وسائل إعلام هامة وتأتي بوسائل إعلام بديلة. تفضلوا NTV رمان سوبل. شكرا معالي الوزير، هل تسمعونني؟ لدي سؤال حول الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، و
سيكون توني بلينكن هو وزير الخارجية وكذلك فيكتوريا نولاند كمرشحة. كيف يمكنكم التعليق حول هذين المرشحين وما هو هي مشاعركم تجاه العمل مع هؤلاء المرشحين؟ لا أتوقع أي متغيرات بأية حادثة. أما فيما يتعلق بوصول الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة وكانت هناك تصريحات عديدة ولن أجمل لكم، فإن هذه الشخصية معروفة جدا بالنسبة لنا، وبالتبع يجب علينا أن نركز على أجندة الروسية الأمريكية المتعلقة بإجراء المفاوضات، وبالتبع يجب علينا طرح الموقف المحتمل لتلك الشخصيات القديمة التي عملت سابقا في الإدارة الأمريكية، وهم لا يتخلون عن فكرتهم السابقة تجاه روسيا. وأيضا نحن نسمع إلى مختلف الآراء من قبل المجلس الأطلنطي، فيمكننا أن نلاحظ أن الموقف الحالي الأمريكي ونمط الحياة الأمريكية فسوف يستمر بشأن ردع روسيا والصين، وبالطبع نحن سوف نتبحث حول هذه الأمور غير مرة، وهم سوف يحاولون عدم حدوث تدافر المجهودات بين روسيا والصين. فأعتقد أن هذه الأمور كانت سابقا في السياسة الخارجية الأمريكية. أما فيما يتعلق بموقف روسيا فأعتقد ربما التصرفات والأساليب ستكون أنيقة، حيث ستشعر الأمريكا بأن الأمريكيين لن يتسنى لهم حل أي قضية أو مشكلة دون روسيا، فبالتبع الأمريكان سوف يتوجهون لروسيا والصين، وهذا يتعلق بقضية التغير المناخ، حيث يجب علينا التعاون بشكل وثيق بين مختلف الدول مثل الصين والولايات المتحدة، وموضوع مكافحة الإرهاب وغيرها من الأمور المتعلقة بالتجارة بالبشر وتحريم المخدرات، والأولوية الهامة تتمثل في في مجال السيطرة على الأسلحة الهجومية، ونحن نسمع نية بايدن لاستعادة الحوار واستئناف الحوار مع روسيا بشأن الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، وتنسيق تمديد هذه الاتفاقية، وموقفنا معروف للجميع، وأيضا نحن نعرف النوايا حول انسحاب مختلف الاتفاقيات المشتركة والمنظمات مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسف وغيرها من المنتديات العالمية، ولن نشعر أي أحداث رائعة في علاقتنا، ولكن على أي حال
سوف نمضي قدما وسوف نطرح مقترحاتنا وعدد منها يطبق حاليا في مجال الأمن السيبراني والعمل جار حاليا. وبالطبع الطرف الأمريكي يريد التعاون في هذا المسار معنا في مجال السيبراني لأنهم يقوم بإملاء شروطها الخاصة. وبالطبع نحن لا ننتظر أي متغيرات جذرية، ولكن الأساليب الأمريكية للهيمنة الأمريكية ستتغير. نتابع الموضوع حول الولايات المتحدة. شكرا جزيلا معالي الوزير على إمكانية منحي هذه الفرصة لطرح السؤال. لقد تحدثتم بالتفصيل حول العلاقات مع الولايات المتحدة، ولكن حسب وجهة نظركم كيف يمكن لإدارة بايدن أن تؤكد حول نيتها لإعادة إطلاق العلاقات مع روسيا الاتحادية، وماذا يمكن لروسيا أن تقوم به لإظهار رغبتها في تسوية العلاقات مع الولايات المتحدة؟ لا يجب علينا أن نقوم بأي شيء لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. العلاقات الودية والطبيعية التي ستنعكس على مسؤولية الدولتين الكبريين على الساحة الدولية. قد قمنا بمثل هذه المقترحات والخطوات تجاه الولايات المتحدة، وإدارة بايدن تعرف ذلك جيدا عندما هنأ الرئيس الروسي بايدن بفوزه، فهو أكد على نيتنا وحرصنا على تحقيق مختلف المبتغيات المشتركة الهامة على الساحة الدولية. فأعتقد أن هذه هي دعوة للحوار، وكما ذكرت الأولوية الهامة هي الأمن السيبراني. أما فيما يتعلق بالاتهامات المتعلقة بالتدخل ما يسمى في شؤون الخارجية الأمريكية والسيطرة على الأسلحة في الفضاء، فبالطبع هذه المقترحات والمواضيع على طاولة المفاوضات، والرئيس بوتين دعا علنا الطرف الأمريكي الولايات المتحدة كدولة، ونحن نأمل أن تبقى هذه الدولة له أي أعراض للخلافة والمسؤولية لإجراء المفاوضات لتحسين العلاقات في مجال السيبرانية. وقد دعونا إلى هذه الأمور، وقد قلنا مرارا وتكرارا أننا لن نتدخل في الشؤون الخارجية، وقد اقترحنا إعادة إطلاق الحوار الثنائي المشترك في المجال السيبراني الإلكتروني، فهذا يتعلق بأمن المصالح الوطنية والدولة واستخدام المجال السيبراني من قبل بعض الإرهابيين والذين يتاجرون بالبشر. فلم نحصل على أي تأكيدات، كما أننا لم نحصل على أي أجوبة حول مبادرتنا منذ عامين إذا لم يكن أكثر، حول أنه في الظروف الجديدة علينا التأكيد ما صرح به غورباتشوف وريغن في حينها حول